السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا الحصة تاعنا، وين غادي خبر على فوزي غلام أمام القضاء الإيطالي بتهمة التزوير. يعني وتكلمت عليه صحيفة فاني، قال لك هذا التزوير ماشي غير غلام، قال لك بزاف هي في وين ضربت أزمة جديدة الجزائري فوزي غلام ظهير أيسر نابولي، بعد أن أصبح محل تحقيق من قبل القضاء الإيطالي بسبب تواجد شبهات حول حصوله على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير قانونية. هنا نقولوا هنايا تشوف كيفاش هذو لي زيكيب كبار، والله باش تخرج لا تخلص، تخلص تخلص. شلنا حنا غير برشلونة ولا ريال ولا اي لعاب، اي لعاب اي لعاب يكون زعما يجيبوه بالسومه ويعرفوا يا ودي والله ما راهم طالقينك هكا، والله لا سلتوك يسلتوك. ها راهي برشلونه بيتروح، قالوا له بيتروح دخل القضاء. ها ما عادش عم يلعب، هو يمد لهم ما عادش جايب لهم الشكايه تاع الدراهم، ادى الدراهم وجايب لهم الشكايه تاع الدراهم، بصح قالوا له تروح نسلتوك، والله لا سلت شديت نسلتوك. دخل بها الماسونيه، دخل بها بزاف صوالح كيما ميسي، مش راني لا كيما ميسي دخل بها، يدخلوا بها بزاف صوالح، تخرج تنسلت. عاود كملها هنا، وشنا شنا نجوم فاتوا على برشلونة، راه اللي خرجوا فاتوا على الشرع، فاتوا على الشرع، فاتوا على الأموال، فاتوا بزاف، دفعوا أموال، دفعوا غرامات بزاف بزاف بزاف. وكان قضاء إيطالي قد فتح تحقيق في هذه القضية بعد تلقيه إشعار من قبل الشرطة المدينة في إقليم جنوب إيطاليا حول تواجد شبهات تزوير 600 رخصة قيادة بحرية. ماهوش وحده، رانا نقولوا فيها ونعاودوا. وين التقرير، وين التقرير الصحيفة الإيطالية كشفت أن غلام ليس اللعاب الوحيد من نابولي الذي يتم معه التحقيق في هذه القضية، حيث وجهت نفس التهمة لزميله السنغالي كوليبالي، واللعاب اللعاب نابولي سابق، اللعاب سابق للنادي فين كاين خوسي، فين خوسي اللاعب الاسباني خوسي، وين فين هذو ثلاث لاعبين وين تلقاو استدعاءات من القضاء الايطالي. يعني ونحنا نتكلموا ان شاء الله بربي تكون سلامات على اللاعب تاعنا وهو غلام، تكون سلامات على غلام، خاصه وين لاعب وين راه كيما نقولوا حنايا ما راش في احسن احواله، ماشي هو مع النادي تاعه، عرفتو يحاول كيفاش يخرج من النادي، مازال له قيل الكونطرا تاعه، مازالت له الكونطرا تاعه، مازالت له وين عنده فانيك عقد معاهم، فانيك لازم كي يخرج يدي 12 مليون لما كملش العقد تاعو، وين بزاف امور، عرفتو كيفاش يتعاملوا مع اللاعبين اجانب ما يكونوش ولاد بلادهم، شوف كيفاش يتعاملوا معاهم، عرفتو كيفاش يتعاملوا معاهم، خاصة هما يبغوا من الأرجنتين ويبغوا من البرازيل. طليان بكري كانت أرجنتين برازيل، والله العظيم ما تكونش من الأرجنتين، الأغلبية اللاعبين تاعها كانوا من الأرجنتين برازيل، والأوروبا يدوا اللوبر. غولام كان طالع على الله غالب البليسي، هي كرة غولام كرة في مانشستر سيتي، هي كومش لا بليسي دارتها له مسكين الله غالب، عرفتو عامين ما لعبش. وزاد تلقى لهنا الاهانه من عند ولاد بلادو هنايا من هذه الاتحاديه، وين بغاو يديروا له اهانه، بغاو يديروه يردوه باللي خائن، بغاو يردوه كلش. الراجل هاكا يصرى له، هاكا يصرى له الراجل، كي كثروا الجياح الراجل يخلص معاهم، الا كثروا الجياح ولا الراجل اللي يخلص معاهم. تعقلوا شنو داروا له هذه الاتحاديه، الاول اللي بداو يصفوا في ليكيب ناسيونال بداو بغلام، غلام من بعد راحوا لمبول، من بعد راحوا لمبولحي، زادوا في غولي، ومن بعد زادوا محرز الشعب، في مين ولات في محرز الشعب ناظر، عاودوا ردوه باش يكون على الناس هذو ما فيهمش الامان، اللي يخون لك بيضه يخون دجاجه، ما نامنوش، لازم يروحوا يقيلونا، ما خاصناش نتوما تمشونا. عرفتو لعاب كيما هذا، لعاب كيما هذا ما تلقاش الدعم، خطره هدر قال لهم كاش دير بالتليفون يعيط لي يقول لي كي راك من هذه الاتحاديه،
هاك تشوف كيفاش، والناس باش يبغوا يطلعوا ولا يبغوا يشيتوا ولا يعايروا في محرز في اليوتيوب في الفيسبوك ولا يعايروا في غولب يستهزئوا به، استهزأ به. انت لعب هذا لعب الدم يزور احسن مدافع الجهه اليسرى في ايطاليا سي محمد، هذا غير بليسي دارتها له ما كانش لي كان ميكان يلعب مع ليكيب ناسيونال الجهه تاعو يبلعها 8 تاع الصباح ما كانش لي يفوت والله 8 تاع الصباح يبلعها. روحوا شوفوا لي بارتي اللي لعبوا ميكان في ليكيب ناسيونال، روحوا شوفوا لي شوفوا طليان شوفوا كيسموها شوفوا الالمان اللي لعبت من جهته، شوفوا الالمان اللي لعبت من جهته، يروح شوفوا الالمان اللي لعبت من جهته، شوفوا لا بلجيك اللي لعبت من جهته، نهار اللي لعبنا كونت لا بلجيك شوفوا اللي لعبت من جهته، وجيت يا هد 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 مالك، هاو جايين يا كتير على الله، هذيك نقول لكم يا ودي هذا اللعب ان شاء الله بربي راك تشوف هذو المشاكل، مشاكل يصراو كاع اللاعبين. صراو كاع اللاعبين، لاعب كيكون راك تشوف كان مطلوب في فولهامبتون ما راحش، كان مطلوب بزاف الله غالب، هو عنده احسن على بالك بلي عنده احسن مناجر، هو غلام غلام عنده احسن مناجر، مناجر تاعو قيل لي ما راح لي اسمه، مناجر تاعو مناجر كبير بصح الله غالب راك تشوف كيفاش نابولي بالك ان شاء الله بالك لونترينر لونترينر هذا اللي كنت نشوف فيه بونترينر راجل والله مع راجل كيما يلعبش مع غوله ماشي راجل، شوف لعابه جزائريين هاك تشوف كيفاش بالرحمه بالرحمه الناس كاع حطوه ودايين جارين الشعب منا روح منا، من بعد يخرج يوتيوبر وحد اخر يوتيوبر في الليل يديره في ارسنال، ومن بعد يخرج واحد الغدوه ان شاء الله يحطو في ليفربول، ومن بعد يخرج يوتيوبر وحد اخر يحطو في تشيلسي، ومن بعد تشيلسي يحطو في توتنهام، ومن بعد الشعب رايحة، ومن بعد يخرج هذاك الصحافي هذاك يدير كيما قال لي الأمانة وحنا ما نكذبوش الغاشي تاع راه رايح لتشيلسي، ويرا هرتوه ويرا هاك راه هاك راه هاك فشلتوه. غولام راني محرز راني نهدر عليه وخايف من نهار اللي خرجتو نتوما كونسي غلط يا لا هو لا وين هيا لا موقع هيا لا من جوهر ما راحش، راكم من الكورونا نهار اللي بحرت لكم كورونا الشامبيون حابسه دورتوها كذبه على الشعب، ها غادي يروح منا ها غادي تقارعوا له في الدوره ها راهم جايبين اللوطو بيدوه ها راهم جايبين منا شاكي شكاين نقولوا لنا وين راهم لعاب، ها بلا ها عطار رايح رايح للريال مدريد، ها عطار رايح منا، ها فلان وصلي كيسمو بوداوي تشيلسي، ها بوداوي توتنهام، ها برك ما تشكلوه، ها ماندي 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 قال ما وقع كاع ماندي، من فما كنت عرفت والله ما نشوفش اللعاب كيما فارس هاكا لابس تريكو هاكا وداخل ويمدولو في الخامسة والله ما نهدرش، أنا راني نقول بلي محرز بصح ما نقولش رسمي نقول مازال ما بان والو، ديجا رئيس موقع تاع إنجليز قالك يا ودي ما بان ما الإدارة تاع مانشستر ما وصلها تا إتصال، ما وصلها تا إتصال، سمحولنا. غير هاكا وصايك مع صابو الشعب تاعنا الجزائريين الله غالب نبغوا لي كيما صرا نبغوا، ولا احترموا الشعب احترموا الناس احترموا هذوك اللي يتبعوكم او احترموهم قاعدين تكذبوا عليهم ماشي تكذبوا عليهم عارفين بلي هذوك ما نقول له قولوا ما قنقارو انا راني والله راني قارع راني داير دي فيديو على محرز بصح ستيل ماشي كم راني نقول بلي مازال مازال هارا غولا مسكين فول هامطون فول هامطون ما كاش بايروح بالمال بايروح بايروح ما كاشي هارا ادم له الناس هارا لايستر سيتي يتحوس عليه خرج هنا في الموقع تاعها لايستر سيتي يتحوس عليه بصح والله ما بغيت خفت باباه بابا نهضر معاه قال لي واه لايستر سيتي قال لي بصح مازال ما بان والو احمد قال لي مازال ما بان والو قال لي ما دير والو قارع قال لي تنعيط لك نقول لك يا ودي صايد
تلي قارئ. هذه البارح بالخميس نهضر معك، قلت له الحاج واسمه الحاج، قلت له ودي الحاج شكي، قال لي ودي قارع، قال لي ما كان والو، قال لي باغي دير عليه فيديو دير، قال لي بصح ما كان والو، هو كيما قال باباه، قال لي ما كان والو الا بابا ما بغاش يبين لي حاجه وحده اخرى، قال لي مازال ما كان والو، قال لي احمد، قال لي قارع اصبر على ادم الناس، قال لي قارع اصبر، قال لي ما كان والو، قال لي كاش حاجه ولا نرسلك ميساج ولا نرسلك نقارع على الله. ها ولا عندنا موقع خرج باللي ادم الناس لايستر سيتي راهي بيت تشري بيت تجيبه وتراخل له ود وقال لك قادر هاي وين راهي حديث عن انتقال ادم الناس الى لايستر سيتي، بصح مازال قارعوا ما كان والو على الله، ربي يحفظكم، تحيه الجزائر.